حبيب لبان رئيس الاتحاديه، رئيس الاتحاديه الجزائريه لكره اليد، للحديث عن حيثيه الانتخابات. اهلا سيد. اهلا. نظن بان الامور راهي تمشي نظن بكل هدوء. الجمعيه العامه راهي تمشي بطريقه عاديه، كاين ثلاث مترشحين اللي ثبتوا الترشح تاعهم، وايضا كاين مرشح واحد اللي انسحب وهو السيد لبيب. نظن بان ثلاث مترشحين هادو من 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 عائله الرياضه الجزائريه، وان شاء الله اللي راح يفوز ان شاء الله نبارك. سي لبيب سامحني، عفوا سي لبان، البعض يتحدث عن حماد كمرشح فوق العاده وكأكثر من هذا كمعين تقريبا من وزاره، ماذا تقول؟ نظن بان الشيء هذا ما على باليش منين جا الكلام هذا، ولكن فيما يخص كره اليد وفيما يخصني انا شخصيا، نظن بان الثلاث المترشحين هذو ما عندهم الحظوظ تاعهم، والان كل مترشح عنده الاعضاء اللي رايحين يفوتوا عليه. نظن بان كل الجمعيات تمشي بهذا الطبع، ولكن الان يكون مترشح اكثر من الاخرين، نظن بان هذا ما يقدر يكون الا بالجمعيه العامه اللي هي السيد. في الاخير كلمه تعود للجمعيه كما قلت، ما رايك ان تم انتخاب حماد؟ هل تراه قادرا على يعني قياده سفينه اللجنه الاولمبيه؟ نظن بان ما لازمش ننسوا بان هذا هذا رياضي اولا بالمستوى العالي، وهو عضو في اللجنه الاولمبيه، وايضا هذا راح يكون ما تبقى من عهده السيد براف. لازم تساعد المترشح اللي راح يخرج، وان شاء الله باش ننظم جمعيه عامه في المستقبل اللي راح تخرج بمترشحين اخرين ان شاء الله. شكرا جزيلا لك لبان، بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني لكره اليد. معي ضيف اخر، محمد فليسي، مدرب المنتخب الوطني للمملكه. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا لك. يوم هو يوم يعني تاريخي للرياضيين من اجل انتخاب رئيس اخر للجنه الاولمبيه، كيف ترون هذه الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. كما شفتك تشوف الحال، اجواء حاسمه لليوم كما نقول لك، انتخاب رئيس جديد لرئيس اللجنه الاولمبيه خلفا للسيد مصطفى الدراف. حنا ما نقولوش من اليوم تاريخي، لان اليوم كان السيد الرئيس السابق السيد مصطفى الدراف كان مد كل اهميه للجنه الاولمبيه، كان سفير للجنه الاولمبيه. حنا اليوم نتمناو كل توفيق لهذو ثلث رؤساء اللي هم مترشحين على راس تاريخي، باعتبار ان براف عماره يعني في هذا الاتحاد، في هذه اللجنه يعني. هذا ايش حبيت؟ لا حقيقه قلت لك اليوم احنا نتمنوا من هذو كل مرشحين للجنه الاولمبيه الجزائريه، احنا نتمنوا باش يكون لهم الحظ كما يقول لك اليوم، راهم الحظ. نتمنوا اللي يفوز ان شاء الله باش كما يقول لك يكون ما يتقبل بقانون الميثاق الاولمبي، يمد كل اهميه للرياضيين، يكون كل الدعم الكافي للرياضيين اللي راح يكون يمد الوجه الافضل للرياضه الجزائريه وللجزائر. ليسي انت رياضي، وهناك رياضي اخر بين المترشحين ثلاثه وهو عبد الرحمن حماد. البعض يقول انه يعني مفروض من قبل الهيئات العليا، ونقصد هنا وزاره الشباب والرياضه، ماذا تعليقكم عن ما يقولون؟ وهل ترى انه قادر على قياده اللجنه؟ لا حقيقه اليوم عبد الرحمن حماد اللي راه بطل اولمبي، ما تخفلكش، راه بطل اولمبي اللي راه عنده خبره وعنده تجربه في المسار الرياضي هذا. احنا ما نقولوش كاين تعليمات من وزاره الشباب والرياضه، لانه اليوم هو راه منسق مع وزاره الشباب والرياضه اللي راه عامل في اطار في وزاره الشباب والرياضه. احنا السيد عبد الرحمن حماد اللي قلت لك احنا اليوم راح يمدوا اصوات كما قلت لك، راح يصوتوا، راح تكون نيه، راح تكون صداقه، راح يمدوا كل اصوات للمترشح اللي احنا نتمنوا له كل توفيق، لان اليوم عبد الرحمن حماد اللي كان فاز ان شاء الله راح تكون عنده كما قلت لك عنده خبره وعنده تجربه، راح يكون مسؤول على الرياضه عامه وعلى الجزائر خاصه ان شاء الله. بالتوفيق. شكرا لك. الله يحفظك. الوطني للملاكمه زميلي عبد الغفور، هي اراء بعض الرياضيين. معي ايضا توفيق مخلوفي البطل الاولمبي والذي يعني وضع اسمه بين نجوم الرياضه ان امكن. السلام عليكم. السلام. وشراكم لاباس؟ الحمد لله. بدايه على سلامتك، والحمد لله كي رجعت بخير من جلال. لا الحمد لله يا ربي. كانت ايام عصيبه هناك. بطبيعه الحال لما تكون بعيد على بلادك وبعيد على الاهل تاعك في ظروف مثل هذه، يعني انا كجزائري ماذا بين نكون ما بين الاهل تاعي، فهمتني ولا لا؟
ماذا بين نكون ما بين الاهل تاعي في محنه كيما هذه، ماذا بين نكون ما بين الاهل تاعي في وسط احبابي في وسط صحابي، نفرح معاهم ونحزن معاهم. اكيد تقدمت للجزائر، يعني ما يعجز الكثيرين عن تقديم الفرحه. حتى هنا اليوم في انتخابات اللجنه الاولمبيه ثلاث مترشحين ضمنهم بطل اخر، بطل اولمبي هو عبد الرحمن حماد. كيف ترى هذه الانتخابات وما تعليقكم عن بعض الكلام الذي يقول ان حماد عبد الرحمن مرشح فوق العاده؟ شوف انا شو نقول لك، انا نعطيها لك بصفه عامه، فهمتني ولا لا؟ نعم، الصورة أو الاتصال بزميلي ياسين عادت، تفضل. احنا ماذا بينا هذا شيء كامل ليسرى نشوفه في النتائج العالمية ونتائج الأولمبية، هذا هو الصح، فهمني ولا لا؟ أن فيه خلل تقني في الاتصال بموفد شروق نيوز إلى مقر اللجنة الأولمبية ياسين قالم ضيفه الذي معه هناك للحديث عن انتخابات الجمعية العامة أو الانتخابات الانتخابية للجنة الأولمبية. هذه الانتخابات التي تعقد الآن، هل عدت صورة زملائي في نعم؟ نعود إلى موفد شروق نيوز ياسين قالم، وإليك الكلمة ياسين. حتى مش قادر يتعلم كما تعلموا الآخرين، فهمني ولا لا؟ هو راهو كيما نقول احنا ولد الرياضه، ولد الدار، فهمني ولا لا؟ يقدر يمس كيما نقول احنا يحط الدواء على الجرح، فهمني ولا لا؟ هذه حاجه، بصح لازم 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 ينطري الى طلع هو، لازم ينطري روحه بناس كيما نقول احنا لي كونسييوه والمصلحة العامة تاع الرياضة وليست المصلحة الفردية. فهمتني؟ هذا هو الصح. شكرا جزيلا لك. يعطيك الصحة، ربي يسلمك. إذا هكذا حماد عبد الرحمن، مثلما نسمع في الفرز الأصوات كلها تقريبا لحد ساعة حوالي 30 صوت لصالح عبد الرحمن حماد، ما يعني أن عبد الرحمن حماد سيكون الفائز بدون شك في انتخابات اللجنة الأولمبية لنهار اليوم، لخلافة المستقيل مصطفى بيراث والذي غادر قبل انتهاء العهدة بعد حادثة الوقوف لنشيد الإسرائيلي في بطولة العالم للجيدو بباريس. عبد الغفور، شكرا لك موفد شروق نيوز إلى اللجنة الأولمبية ياسين قالم.